ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال يوحنا الرسول: لما سمع الجمع الكثير الذي أتى إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، حملوا سعف النخل وخرجوا إلى ملاقاته وهم يصرخون: هوشعنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فركب عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي راكبا على جحش ابن أتان. وما فهم تلاميذه ذلك أول الأمر، ولكنهم تذكروا حين مجد يسوع أن ذلك كتب عنه وأنهم صنعوه له. والجمع الذي كان مع يسوع حين دعا لعازر من القبر وأقامه من بين الأموات كان يشهد له. من أجل هذا أيضا لاقاه الجمع، لأنهم سمعوا أنه صنع تلك الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا، إنكم لا تنفعون شيئا، ها هو العالم قد ذهب وراءه. وكان بين الصاعدين ليسجد في العيد بعض اليونانيين، فدنا هؤلاء من فيليبوس الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فجاء فيليبوس وقال لأندراوس، وجاء أندراوس وفيليبوس وقال ليسوع: حقا والأمان لجميعنا.